اهلا بيكم وحلقه جديده من ترانز. زي ما عودناكم هنتابع اجدد الترانز على السوشيال ميديا، وكمان هنقابل اشهر النجوم وهنسالهم عن اخر اعمالهم الفنيه. ودلوقتي تعالوا نبتدي حلقتنا بفقره ترانز اوف ذا ويك. في نهاية الأسبوع اللي فات العالم كله اتفاجئ بالمؤتمر اللي أقامه مارك زوكربيرج بيعلن فيه عن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا، وهو اختصار لكلمة ميتافيرس أو العالم الافتراضي. والعالم الافتراضي الجديد هيبقى عبارة عن عالم جديد زي الواقع بالظبط، بس من وانت قاعد في البيت، يعني هتقابل زمايلك وتنزل تروح الجيم وتروح شغلك وتسهر وتعمل كل حاجة وانت في البيت، وكمان تقدر تلف العالم كله وتطلع الفضاء من وانت في البيت. وناس كتير سألت عن إن كان الفيسبوك هيتغير اسمه الميتا أو هيبقى ليه علاقة بالأبليكيشن الجديد. فترانز بيأكد لك إن فيسبوك هيبقى زي ما هو ومش هيتغير اسمه، وإنه بقى تطبيق من تطبيقات شركة ميتا واللي بتضم الفيسبوك والإنستجرام وكمان الواتساب. احتفل العالم يوم الاحد اللي فات بالهالوين، والاحتفالات السنه دي كانت مختلفه، مش بس في الملابس التنكريه الغريبه المختلفه المخيفه، الا ان بعض المدارس حذرت طلابها من ان هم يلبسوا لبس مسلسل لعبه الحبار في احتفالات الهالوين، ومنهم عده مدارس ابتدائي في الولايات المتحده الامريكيه واللي خافت من انتشار العنف عن الطلاب لما يرتدوا اللبس ده. وخلينا نقول لكم شويه معلومات عن الهالوين، وهي مجموعه من التقاليد القديمه عن بعض الشعوب الغربيه، والاحتفالات دي بتكون مرتبطه موسم الحصاد وجني الثمار في الغرب، ودي حاجة من الحاجات الكتير اللي اتقالت عن احتفالات الهالوين. لكن في كلام تاني بيقول ان هو مرتبط ببداية فصل الشتاء وسواد الظلام. ومن الأخبار العالمية للسينما المصرية، ولسه بيتعرض في السينماز لحد دلوقتي فيلم عروستي، ونزل من أيام بسيطة أغنية جديدة منه وصدرت الترند، وهي أغنية اتنسيت لمسلم. وكاميرا ترانز قابلت أحمد حاتم واللي اتكلم عن الفيلم وكواليسه وكمان علاقته بالسوشيال ميديا من فيسبوك وإنستجرام وكمان تيك توك. الحمد لله يعني كلها لذيذة والناس مبسوطة، والناس بتخرج من الفيلم مبسوطة، عايزة تحب، عايزة تخش في قصص، ربنا يسعدهم يا رب. كل أعمالي أنا دلوقتي بعمل حاجات مختلفة خالص، بعديها أحب جدا أعمل فيلم كده جدا، فيلم رومانتك كوميدي، أحب ده يفضل موجود خط كده طول الوقت، طول ما في جديد يتقال في الموضوع ده يفضل موجود، إنما غير كده لازم أفضل أنوع طبعا مش بس كده. أول حاجة قابلتها في الفيلم ده كان الورق، كاتبه مصطفى بربري، كان حاجة عجبتني جدا، كاتب حوار ذكي جدا ولذيذ وفكرة جديدة و في نفس الوقت بسيطة، يعني ما مش هتحس انك شفت حاجة لفت لك دماغك. اضافة بقى على الفيلم زاد بقى ابطال حقيقي يعني، وجود صابرين مثلا في الفيلم مع حفظ الالقاب يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي وحاجة مهمة جدا واضافة كبيرة جدا، لان عاملة دور بسيط قوي يعني، هي مش جاية، هي جاية عشان بجد تبقى معانا وجاية عشان تبسط وجاية عشان تعمل حاجة. فيلم في السينما لذيذ، استاذ محمود البزاوي ومروان وزينب وكل في الفيلم حقيقي يعني، وجميلة طبعا. الفيلم بالنسبة لي بيتكلم عن الخوف، الانسيكوريتيز اللي بتبقى عند الناس وخاصة البنات. بنت لما تخش في علاقة دلوقتي بيبقى عندها شوية مخاوف، يا ترى هيطلع عامل ازاي، يا ترى هيعاملني ازاي، يا ترى هيعمل ايه. كل الاسئلة دي هي عروستي، هي اللي عملتها في لعبة سميتها عروستي، ان هو يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى، فبقت بتختبره. فده بقى المدل الموضوع. لما جواز صالونات ده كان بداية الفيلم، او بتفهم الفيلم هو كان بيحصل بشكل مستمر قبل ما يتقابله. تبص على جميلة فهنا جت، ودي كانت فكرة هنا بصراحة، لان يعني حقيقي بقى هنا بقى ايه روح الزمالة العالية قوي بقى. انا كنا مسافرين في الامارات، فقلت لها انا عايز اعمل حاجة للفيلم، ففكرت لي هي في الفكرة دي ان انا ببص على صورة جميلة، فايه ده، هو انت جيتي على قصة حب. لابس انا النضاره وعامل فيها قصه. عملين مهمين جدا جدا جدا، اول عملين على بلاتفورم اعملهم، الحمد لله كان فيهم مشاهده عاليه جدا الاثنين، وغيرت وجهه نظري عن مشاهدات البلاتفورم بسبب التجارب دي حقيقي يعني. ليه لا، في مسلسل مهم جدا بالنسبه لي، فادني كمان ان هو قدمني بشكل مختلف، ضاف لي، حطني في حتت مختلفة غير الحتت اللي الناس بتعودت تشوفني فيها. مثلت مع منا الأول لتاني مرة، بس دي أول مرة نمثل مع بعض بالشكل ده يعني. شخصية جديدة عليا، وجديدة إنك تشوف واحد أرمل عنده علاقة مع مراته وطليقته، علاقة متحضرة يعني، وبيتقابلوا وبيسافروا وبيروحوا وبييجوا، فشخصية غنية جدا جدا جدا، كانت شخصية في ليه لأ غنية جدا. أما في شقة ستة كانت صدفة ان هو برضو مراته ميتة وهو ارمل،
يعني عملته بعديه يعني، ولكن كان الحدوتين بعاد عن بعض خالص، حتى علاقته ببنته هنا بقى العكس يعني، هو اصلا مقصر مع بنته هنا. الهرم الرابع بقى تحديدا يعني بجد بالنسبه لي كان من اول مفاجات ليا، لان اول كنت فيلم اعمله لما رجعت بقى بعد شويه مسلسلات كده اخد خطوه ان ارجع اعمل فيلم. الحمد لله كان رد فعل الناس مشجع يعني وفرق معايا جدا جدا جدا، وبنحضر لجزء تاني ليه اكيد يعني ان شاء الله. هعمل مسلسل انا وهنا اسمه انا وهي، واعمل فيلم اسمه عاشق مع اسماء ابو اليزيد. مهمه يعني، مش انا اللي اهتم وما اهتمش، هي مهمه يعني. مهمه لاي حد دلوقتي، ده زمن بنتعامل معاه يعني، بقت مهمه جدا وهتفضل مهمه لحد ما يحصل حاجه. لو حصلت حاجه تمام هتعامل برده، مش هتضايق خالص. وجي معادنا دلوقتي مع السوشيال لاب اللي بنشوف من خلاله ازاي كل واحد من المشاهير بيتعامل مع السوشيال ميديا، وايه هي الابليكيشنز اللي هما بيتفاعلوا عليها وبيستخدموها ازاي. السوشيال لاب النهاردة عن الفنان الكوميدي أحمد حلمي اللي بيستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد أكس بعد فترة كبيرة من التحضيرات، واللي بيشاركوا في البطولة روبي، سيد رجب وغيرهم من النجوم. تعالوا نشوف أحمد حلمي بيستخدم السوشيال ميديا إزاي. بيتابع أحمد حلمي 15 مليون و700 ألف متابع، أما هو فبيتابع 388 معظمهم أصحابه وأولاده ونجوم من الوسط الفني، منهم يسرى نور، كريم عبد العزيز، دنيا سمير غانم وغيرهم من النجوم. نشر 909 صورة وفيديو لحد دلوقتي، ولما دخلنا اتفرجنا على الأكاونت لقينا أن أول حاجة لفتت نظرنا أنه أكاونت كوميدي جدا، وكمان هو بيحب يعمل كوميكس من أعماله الفنية سواء صورة أو فيديو على بعض العادات اللي بتقابلنا في حياتنا، زي مثلا أول يوم مدارس نشر فيديو من فيلم الناظر وكتب عليه أول يوم دراسة والناس كلها صحيت بدري ونزلت الجامعة، وأما أنا بعد المغرب. ومن الصور اللي كان عليها لايكس كتير صورته وهو بيتم اختياره كسفير لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت الصورة 334 ألف لايك. المعروف عن أحمد حلمي أنه بيعرف يرسم وبيحب الرسم جدا ودايما بيدعم الرسامين، فلقينا أنه ناشر أكتر من 200 صورة وفيديو لمواهب رسامين بيرسموا بطرق مختلفة. أنا صحيت عادي أهو، يوم لذيذ أهو، رمضان ماله، رمضان كريم اهو، عادي جانا اهو، طبيعي فرحنا اهو، مين ده اللي لوحده؟ ما فانوسي معايا، عادي 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 اهو، عادي 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 عادي، انا عادي اهو، بعمل فطار، طلعت الوصفه اهو، واقف بعملها اهو، رز بسمتي اهو، ورز عادي اهو، وحرقت الفرخه اهو اهو اهو، والفانتينال اهو، بعد الفطار لابس وخارج اهو، اوبا خلاص مش خارج اهو، بطلب دليفري اهو، بطلوني حبيبي، عادي 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 اهو، عادي عادي. لقينا كمان انه مهتم جدا بالمناسبات الاجتماعيه زي عيد الام والاب ويوم المدرس، وبيحب يظهر احترامه وتقديره ببوست طبعا بطريقته الخاصه، زي ما نشر بوست لشكر مدرسينه وكتب عليه في اليوم العالمي للمدرس: احب اشكر كل مدرسين ابتدائي واعدادي وخصوصا مدرسيني بتوع ثانوي لانهم كانوا عشره طويله. أما عن صوره مع منى زكي لقينا إن هو نشر أكتر من 20 صورة وفيديو ليهم، منهم لحظات كوميدية بينهم ومنهم دعم ليها واللي عملها. الفيديو ده من أشهر الفيديوز اللي بتجمع بينهم واللي حقق 629 ألف فيوز. استنوني مع صاحبة إسعاد في صبص. خلاص في زبان كتير قوي. استنوني مع إسعاد في صاحبة السعادة. فيني انا ما بعرفش اقول الحاجات دي بجد. خلاص بلاش نعمل بيه كامل ايه كامل خلاص كامل. طب بتصور بتصور ليه؟ خلاص ما تنزلوش. قولي قولي بس قولي قولي. ما انا اتبسطت بس مش عارف اقول البرومو ده. يلا قولي يلا. والله اتبسطت موت بس مش خلاص ما تصورش بجد، ما تنزلش ده، نبقى نصور واحد تاني. اكيد هنزل الهبل ده، الناس تقول علينا ايه عبط. ماشي درجه عبط يعني، انا بس ما بعرفش اعمل الحاجات دي البروموز دي. ماشي ماشي خلاص. انت بتصور لسه؟ لا لا ده انا بشوف رقم.
همسحه اهو. خلاص يلا باي باي. وبمناسبة الفيديو تعالوا نشوف أحمد حلمي أخباره إيه على التيك توك. بيتابع أحمد حلمي 6,200,000 متابع، أما هو في بيتابع 41 أكاونت وحقق 17,100,000 لايك على التيك توك. ومن أكتر الفيديوز اللي عليها مشاهدة عالية فيديو مع منى زكي وحقق 20,700,000 لايك. تعالوا نروح نشوف الفيديو. انت عمرك فكرت؟ ما فكرش. انا بموت في البني ادم اللي ما بيفكرش. طب حبيت؟ ما بحبش. انا بحب البني ادم اللي ما بيحبش. طب عمرك حسيت؟ بقول لك ايه بقى، انا ابو الظروف دي بقى، انا طبعا احمد حلمي من اكتر الفنانين اللي التفاعل بتاعهم كبير جدا على تويتر. بيتابع حلمي 9,100,000 متابع، اما هو فبيتابع 240 اكاونت. وبكده بنكون حللنا اكاونتس حلمي على السوشيال ميديا وشفنا اهتماماته وازاي بيستخدمها. خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا. رجعنا لكم تاني، والمرة دي معانا حوار مختلف ولذيذ جدا مع مروان يونس، هيكشف فيه عن علاقته بالسوشيال ميديا ودخوله عالم التمثيل. كل يوم بيزيدوا مشاهير السوشيال ميديا، في منهم بيقدم محتوى عادي وفي منهم بيقدم محتوى مختلف جدا 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 لحد ما بيقدر ان هو يكون فعلا واحد على السوشيال ميديا مشهور جدا وبيتواصل مع فنانين كبار. من الناس اللي بتقدم محتوى مختلف جدا كان طبعا مروان يونس. ازيك يا مروان؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ انا كويس الحمد مبسوط لله. مبسوط ان انت معايا قوي النهارده. انا مبسوط برضو جدا جدا. ازاي انت الاول ابتديت على السوشيال ميديا؟ نجحت طبعا نجاح جامد جدا، ناس حبيتك قوي بطريقتك. بعدين بعد كده اتجهت للتمثيل. ايه الخطوه ازاي جت؟ والله العظيم انا لغايه النهارده مش عارف جت ازاي. يعني هو الموضوع حصل بسرعه قوي، يعني حصل شهره السوشيال ميديا وبالتالي ده سمع في حته تانية، يعني سمع في، وانا اصلا كمان انا باك جراوند اعلانات، اشتغل في اعلانات فاعرف مخرجين كتير وتعاملت مع ممثلين فهم اصدقائي من قبل ما ابقى حتى بعمل فيديوهات خالص. فلما الفيديوهات سمعت فبقيت بتسمع في المجال ده في الفيلد ده، جالي ساعتها برنامج أبلة فهيتة طلعت فيه. طلعت شويه. كنت يعني عامل معاهم كذا حلقه يعني، ودي كانت اول فرصه كبيره بصراحه تلفزيونيه اعملها. فجاه خلاص انا الحياه تحولت من راجل بتاع اعلانات وفيديوهات على السوشيال ميديا لاعلامي بالصدفه كده. التمثيل جه ازاي؟ انا بزن عليهم، انا عايز امثل بصراحه، فكل ما بشوف اي حد بيشتغل في هذا المجال بزن عليه زن هيستيري. عايز امثل معاك. يعني انا بعت لاحمد مراد مسج قلت له والنبي 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 كتيره كده عايز امثل. انا كنت عارف ان هم شغالين على الفيل الازرق، قلت له هطلع في دور اباجوره مش فارقه معايا. وانا ما بيفرقش معايا حجم الدور خالص، يعني المهم اظهر بس وخلاص. فكانت اول فرصه كانت مع انك انت كنت وقتها مشهور جدا على السوشيال ميديا. ما السوشيال يعني ميديا حاجه والتمثيل حاجه اكيد برضو. بس يعني بحس دايما الواحد لما برضو بيوصل لمرحله معينه من الشهره بيبقى عايز ياخد دور. انت ما كانش فارق معاك اللي هو لا انت مصمم وعايز تدخل باي دور حتى لو صغير. وعايز اقول لك ان انا ده حصل قريب، يعني من يعني وقت الفيل الازرق ده كان قررت انا عايز ابتدي امثل، لان انا قبليها ما كنتش انترستد خالص في الموضوع، او كنت حاسس ما تخلينا في اللي احنا بنعمله بقى نركز في موضوع الاذاعه والكلام ده. بس شدني، انا شخص بيزهق بسرعه جدا. التمثيل شغلانه ممتعه جدا لان ما فيش شغلانه شبه التانية طبعا، كل دور ليه لذاذته وبتاع. فهي جت كده كواليس فيلم عروستي. اوكي. عايز اعرف عن دورك وعايز اعرف عن ايه اللي بيحصل بقى behind the scenes. هو فيلم خفيف قوي، عارفه البق الكليشيه قوي بتاع احنا كنا اسره، احنا كنا اسره بس تحس شله صيع كده يعني. وانا مثلا مامتي مشاركه في الفيلم ده، طالعه مامت احمد حاتم، فانا فكرت ان انا قاعد بكتب في ورشه مع امي غريبه برضو يعني. بس هي مش اول مره تشتغل معاك، انت كنت بتعمل معاها فيديوز كتير قوي. احنا بنعمل مع بعض فيديوز كتير وعملنا اعلانات وحاجات بالشكل ده، بس اول مره هي تمثل ونبقى في فيلم ومش طالعين في ولا مشهد مع بعض. مصطفى البربري كاتب هذا الفيلم راجل ديمقراطي جميل جدا ودمه خفيف جدا، فهو قال انا عايز الانبوت بتاعكم ساعدونا ونقعد ونكتب، فقرينا وبقينا نحط انبوت وكلام بالشكل ده. الروح دي بقى فضلت مكمله لغايه ما الفيلم خلص. احمد حاتم شخص في منتهى الجمال ومتواضع جدا واحنا اصدقاء، يعني النهارده انا بقيت بصحى من النوم حاتم انت فين؟ تعال نروح نفطر، حاجات بالشكل ده. اتصاحبت عليه بسبب شخصيته الجميله دي.
ويمكن لما حد بيسالني ايه الصعوبات اللي واجهتك بقول له والله العظيم ما كانش في صعوبات خالص، الدنيا مشيت عادي وبالراحه وما فيش مشكله. دوري دور حد اسمه سعداني، ده انتيم احمد حاتم اللي هو شريف كناري، وبيشتغل معاه، هو اكبر منه بس بيشتغل معاه تحتيه. اوكي. وهو الكوميك ريليف يعني اللي في الفيلم، يعني المفروض شخصيه دمها خفيف ومهطله كده، وحاتم داخل على جواز، وده الشخص اللي هو في كل شله ولاد بيبقى فيه شخص سنجل كده بيحب السنجله ومش عايز اصحابه يتجوزوا، فده كان دوره في الفيلم، كان لطيف جدا جدا. يعني اول ما جالك الدور عجبك على طول ولا فكرت فيه شويه؟ من ثالث صفحه كنت اشتريت، يعني مديره اعمالي بعتت لي قالت لي اقرا شوف، قلت لها في ثالث ورقه بجد بعت لها قلت لها شوف ايه حلو قوي، ابتدى الدور متفصل عليا يعني. طبعا. وبعدين انا زي ما قلت لك انا بقى عايز اي فرصه، فانا مش فرحت انك تنك يعني، ما بس في البدايه لما انت ابتديت على السوشيال ميديا. احنا دايما بنقول ان السوشيال ميديا زي ما نقول وجهين لعمله واحده. في منها الحلو قوي وفي منها اللي بجد بيكون سخيف. صح. الناس شدتك لتحت وحسيت ان انت اكتئبت شويه لما انت ابتديت في السوشيال ميديا؟ رد فعل الناس السلبي والايجابي؟ هو الموضوع حصل بشكل ممنهج قوي. في الاول الناس اللي جت بتتفرج عليا الناس اللي حابه تتفرج عليا وعارفين طريقتي وعارفين يتوقعوا ايه من الفيديو، فالاول كان كله بوزيتيف كومنتس، الناس كلها مبسوطه وايجابيه جدا وبتاع. لما الدايره وسعت شويه او دايره المتفرجين وسعت وبقيت بظهر في ابله فهيته فبقوم يجوا لي على صفحتي واظهر في مش عارف ايه فيجوا لي هنا، الجمهور اتغير شويه فما بقتش كل التوبكس تعجب كل الناس. فانا بس بقيت بحس ان السوشيال ميديا بقى فيها سلبيه كده، يعني في ناس بتحب تشتم وبتشتم بقلب قوي، ويعني انت خدت من وقتك 10 دقايق تفكر في اللي انت كاتبه ده ازاي تهني. بتقرا كل الكومنتس؟ بقراها بس انا، وفي الاول كنت بتضايق جدا جدا وبيأثر فيا، دلوقتي بصراحه خلاص يعني قصدي سوشيال ميديا. بس يعني لسه بتقراها؟ بقراها بس انا بقيت اسهل حاجه خلاص، انت شتمتني بلوك. طيب انت غنيت قبل كده؟ انا كنت بغني زمان، بغني كان صوتي حلو جدا، وبعدين مع التدخين وكده صوتي بقى تيل فرامل زي ما انت شايفه دلوقتي. ما انا ما اعتبرش نفسي مغني، انا بعمل سكتشات غنائيه. أوكي. عملت مهرجان الفرافير ده اللي هو كان مهرجان شعبي بس هو للطبقه العاليه قوي، فهو شخص ما عندوش اي مشاكل. لانه عاده المهرجانات بتتكلم على المشاكل والتعب والمشاكل زي راب كده بالظبط. فانا رحت عامل، قلت لنفسي ازاي ما فيش مهرجان ما بيتكلمش عن، بيتكلم عن شخص ما عندوش اي مشاكل خالص. فدي كانت اول فكره. وبعدين عملت اغنيه ثانيه اسمها لذيذ الكلام ده، واغنيه ثالثه اسمها بكرهكم كلكم. بكرهكم كلكم بقى عشان اللي احنا لسه متكلمين عليه في السوشيال ميديا ده. ان انا كنت وصلت مرحله كل ما بفتح الاقي ناس بتشتم بعض وبيشتموا الممثلين وبيشتموا مش عارف مين وبيشتموا وبيشتموا اللي بيدافع عن الفنان وبيشتموا اللي بيدافع عن ايه يا جماعه كميه ده السلبيه ده. فبدأ انا بكرهكم كلكم عين منوره كده، رحت اعمل اغنيه بكرهكم كلكم دي، وان شاء الله بقى يعني شغال على اغنيه جديده كده برضو، مش اغنيه قوي عشان برضو مش عايز اسميها اغنيه يعني، سكتش. سكتش غير. بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن نوع معين من البنات كده. طيب بس هتعمل حاجه بجد غنائيه مره وتحاول تحسن من صوتك ولا مفكرش؟ لا ده الموضوع ده انتهى خالص. انا انتهى من حياتي ثلاث حاجات موسيقيين انا كنت بحبهم جدا، الغنى والدرمز. انا بلعب درمز من عندي 8 سنين، اخر مره لعبت كانت ايدي لان بطلت فايدي بقت واقفه وبقلت. وساكسفون برضو بنفس سبب التدخين. دي حاجات صعبه قوي على فكره. بس انا بحب المزيكا قوي، بتعلمها كلها كمان، بتعلمها على يوتيوب والله العظيم. بس اتعلمت مع نفسك الساكسفون؟ اتعلمته على يوتيوب فعلا، يعني فتحت هاو تو وبتاع بحط البتاع ازاي في بقنا ونزمر ازاي وكده، وكنت بلعب في حفلات يعني. مين اكتر فنانين اشتغلت معاهم وانبسطت غير طبعا احمد حاتم؟ رقم واحد بالنسبه لي دلوقتي، بس مش عايز اظلم الباقيين، لان انا مثلا كريم عبد العزيز في الفيل الازرق كان في الازرق اتنين كان في منتهى الجمال، وهو انا اكتشفت انه بيحب فيديوهاتي فهو استقبلني استقبال خلاص ريحني، وهو يديكي كده يقول لك طب ما تقولها كذا طب ما تعمل كذا بيساعد. وانا اول ما الاستاذ مروان حمد قال اكشن نسيت صراحة ده كده، قال لي ده طبيعي ده ايه، فما حسيتش باي كهرباء خالص، وهو راجل متواضع جدا وفي منتهى الذوق. فكريم عبد العزيز بالنسبه لي برضو شخص جميل جدا. امينه خليل تايسون خلي بالك من زيزي انا برضو بموت فيه، وهو برضو احنا اصحاب جدا فكان الشغل معاه ممتع جدا. اياد نصار في نمره 2 كان برضو لطيف جدا، بس هو راجل بروفيشنال قوي اللي هو ايه يركز ما يتكلمش كتير في وسط التيكس،
بيبقى مركز قوي وانا ما برضاش اقعد اقول له بقى طب ايه كده واهزر معاه وانا ببقى متوتر اصلا. بس كان جميل جدا فده يعني تهيأ لي هي دي الليستة من الناس الجميله اللي اشتغلت معاها. وانت قاعد في العربيه بتسمع لمين؟ انا وانا قاعد في العربيه دلوقتي بقيت بسمع نوع مزيكا بيسموه خبوطي الكترونيك ميوزك يعني. بسمع دلوقتي مسحول قوي مع دي جي اسمه بوريس بريتشجا. ده من فين؟ من روسيا غالبا. أوكي. او حاجه كده او من غريبه قوي نوع المزيكا اللي انت بتسمعه عرفتها من فين اصلا؟ ابتديت اسمع الكترونيك ميوزك فبفتح يوتيوب فبقيت بتابع مش عارف فيستيفال تومورو لاند فمش عارف ايه فطلع لي هو بيلبس ماسك بهلوان كده فشدني وبعدين شدتني المزيكا جدا فبقيت مسحول معاه قوي فهو ده اللي بسمعه في العربيه بيديني انرجي. اوكي يعني انايم كده وبتاع شغله كده فلاقي نفسي. بس ما فيش مطربين مثلا عربيين او مصريين بتسمعهم؟ انا بحكم شغلتي في الراديو فبسمع كل حاجه بس الغريبه ما بسمعش الراديو اصلا يعني ما بسمعش الراديو. بتفرج على نفسك يا مروان ولا يعني بعمل حاجه وببصش عليها تاني ابدا؟ انا عامله كده على فكره. انا عامله زيك عارفه الاحساس ده ما بتفرجش على نفسي خالص مش عايز انتقد نفسي مش عايز احس انا غلطت فين ولا عملت ايه وبحس ان ده بيخليني كل مره داخل على التجربه عايز اعملها احسن حاجه ما عنديش ريفرنس كانك تاني بتبتدي من الاول. فلا لا ما بتفرجش على نفسي تقريبا خالص يعني. ميرسي يا مروان مبسوطه قوي جدا. انا سعيد بيكي جدا والله انا يعني انترفيو جميل ومبهج كده ربنا يخليك. وكمان تعالوا نروح نشوف اخر الاخبار الفنيه مع الفنان يوسف عثمان. وبينورني النهارده الفنان يوسف عثمان اللي بيعيش حاله من التالق بسبب طبعا اعماله واختياراته المتميزه جدا. ازيك يا يوسف؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. يوسف انت ابتديت تمثل وانت صغير جدا جدا وبعدين بعد كده الناس بتعمل العكس ان هم بيحاولوا مثلا يشتهروا من خلال السوشيال ميديا وبعدين بعد كده بيتجهوا الى التمثيل او اي نوع من الفن اللي بيخلي الناس تبقى مركزه معاهم قوي. انت عملت يوتيوب شانل عن الرياضه كوره. ايوه والرياضه فعلا والرياضه. ايه اللي خلاك تتجه للسكه دي؟ انا خدتها هوايه. انا كنت بحب الكوره جدا من زمان فتعاملت معاها لانها هوايه انا مش مستني منها حاجه ومش خسران حاجه وكنت بلاقي انه انا اللي هو الموضوع واخده على قلبي فانا عايز اتكلم فلقيت انه انا عشان بتكلم بطريقه كاجوال شويه وديه شويه عادي ما مش بعمل زي الناس بقى بتوع الاستوديوهات انا مش كده اللي هو يا كابتن النهارده برحب بيك اهلا وسهلا. أيوة. انا مش كده فلما بتكلم بطريقه فالناس عجبها الطريقه دي ممكن اهزر على حاجات في النص فعجبها الطريقه دي فتمام لقيت الموضوع بيكبر لوحده يعني هو كبر اكبر ما انا كنت متخيل يعني بس هو بالداخل بيظل بالنسبه لي هوايه حتى لما بيجي لي مثلا شغل محتاج مثلا يعني ضغط تصوير ايام كتير ورا بعض بقوم راكن الهوايه دي على جنب تماما لانه مش وقتها بما انه في وقت لو في مساحه بعمل كده. كمان بتسمح لي بالسفر يعني انا فاكر من ساعه ما بدات سافرت كاس العالم في روسيا تخطيطها كانت حلوه جدا كنت صور كمان فلوجز مش الماتشات انما في البلد انا بتمشى في البلد واصور ثقافه وبتعاملي وبتحتكي وبتهزري وكمان عشان كاس العالم ففي ناس بقى من كل حته. نفس الكلام لما كاس الامم اتلعبت هنا في 2019 انك بتحتكي برضو بثقافات مختلفه وثقافات كمان افريقيا اللي احنا مش متعودين قوي ان احنا واخدين عنهم كليشيه او نمط كده بينما لا كل بلد بتختلف عن البلد الثانيه في رقصها في لغتها طبعا. في اللغه اللي بيتكلموها فكانت حلوه قوي الحاجات دي فبتفتح حاجات وانا بستمتع بده كمان لان انا اللي بصور شغلي وبمنتجه فخليتني اتعلم حاجات كمان انا ما كنتش في دماغي ان انا اتعلمها. دلوقتي بقعد مع مونترين اقول لهم بس والله البريمير ده طب الفاينل بيرندر في كام ساعه يعني حاجات كده اللي هو فاهمه فخلاني اتعلم حاجات جديده يعني. مين الاقرب لك في قلبك؟ لا طبعا التمثيل لان أكيد. انا في اوقات لما بوقف تمثيل لفتره المراهقه والدراسه دي ورجعت اشتغل تاني في الاول كانت الناس ما كانتش عارفاني والناس ما كانتش متقبله لان انت ابتديت صغير جدا فطبعا شكلك اتغير على مدار السنين يعني وانا كان عندي خوف انه هو اصلا كنت بتعامل مع نفسي ازاي ان انا ببتدي من الاول تاني انا مش اللي فات ده الولد ده ممثل وانا ممثل لان الولد الصغير برضو كيوت ولطيف وعنده قبول يعني مش هتستني منه تمثيل على قد ما هتستني منه قبول لكن انا لو مش بمثل كويس انا مش هشتغل هقعد في البيت فانا لازم اتعلم ولازم اخد ورش ولازم اشتغل على نفسي وانا اهو انا عملت حاجات في السنين اللي فاتت اول ما بدات تاني ما مش راضي عنها دلوقتي خالص بس انا اللي اقدر اقوله ان انا ما بخلتش باي مجهود ساعتها بس انا لما برجع ابص على مستوايا ساعتها وطريقه شغلي ساعتها فكان لازم ان انا اشتغل على نفسي وكان لازم ان انا اتطور ده بيحصل في اي مجال ولسه يعني طبعا هنفضل نتعلم طول الوقت بالظبط بس جه وقت كان بالنسبه لي الهوايه دي هي
اللي بتكبر لوحدها وانا مش عارف ايه ده في ايه، فتمام انا مكمل فيها والناس طب يلا يلا. فكنت اللي هو لو انا كنت ساعتها شايفها شغل كنت روحت ناحيتها، لكن انا قدامها بالنسبه لي هي مش بلان بي، بس هي الحاجه اللي بعملها لما بكون مبسوط، لما بكون فاضي، لما بكون عايز اعمل حاجه ببسط وانا بعملها كده. الافلام بتكون اصعب ولا اسهل من المسلسلات في التصوير؟ بصي هو من بعد الديجيتال يعني من اول 2011 في مصر 2010 2011 بعد الديجيتال وبقى الاتنين زي بعض، بس قبل كده انا حضرت انا اشتغلت بقى الحاجات القديمه اللي هي عربيه الوحده وثلاث كاميرات والحبيب الكاميرا بتتحرك كده، حضرت انا الفتره دي كان المشاهد بتتصور كده، كان الموضوع يعني مشاهد أسهل. المسلسلات كانت سهله جدا، يعني لو حد مثلا غلط في جمله بيشتغل الجمله اللي قبلها كيو بلاي باك ونمايم معاها ونكمل المشهد، بتتسجل على شرايط. دلوقتي بتعيد المشهد كله من الاول؟ مش دلوقتي بنعيد، احنا بنصور بكاميرا واحده، هي دي بقى الفكره، ممكن كاميرتين بس بقى نفس ستايل السينما كاميرا واحده. كل مخرجين السينما دلوقتي بقى يعملوا حاجات مسلسلات سواء بقى 10 حلقات 7 حلقات او 30 حلقه، فبقى نفس الستايل بتاع انا هاخد ده وان شوت، طب في حركه في كلام كده وان شوت، فبقى فده مخلي كانك هوا يعني. ايه كانك هوا؟ كاني هوا، ومش كاني هو كان ان خلاص احنا كله السينما بقت زي هي، ما بقاش حتى دراما، يقول لك كان زمان بيقولوا فيديو السينما ولا في، لا ما بقى المسلسلات بتتصور هي السينما، هو مجرد فيلم طويل دلوقتي، في مسلسلات كل حلقه ساعه اكنها فيلم حدوته لوحدها. تحب انهي اكتر، المسلسلات ولا الافلام؟ لا السينما طبعا. السينما السينما طبعا، السينما سواء كمتفرج او كممثل السينما طبعا. المسلسلات ساعات بيبقى بسبب ظروف العرض، طبعا انا مبسوط بالمنصات دلوقتي طبعا لانها سهلت وشجعت افكار جديده وشجعت فكره ان يبقى فيه 5 حلقات فالموضوع الحدوته شده نفسها او كده، لكن ساعات ال 30 حلقه ويبقى الموضوع مش مستحمل 30 حلقه فتلاقي ان في الحلقات في بعد كده حاجات فيها مط فيها تكرار واللي بيتفرج بيزهق من ده اصلا. طيب بالنسبه لفيلم ريتسا احكي لي عن دورك فيه وكواليس الفيلم. ريتسا هي كانت تجربه حلوه لان هو ده رابع فيلم اشتغله مع استاذ محمود حميده بعد بحب السيما فوتوكوبي ومن ظهر الراجل، والكمان الاحلى انه انا واستاذ حميده بنعمل نفس الدور، انا في مرحله الخمسينات وهو صغير وهو طبعا في الحاضر، فمفروض شخصيه حداد قبطان بحري في الخمسينات، والشغل معاه حلو جدا، ومعرفش ليه الفيلم ده في حاجه اتكسرت كده يعني، كان دايما انا هو الناس كلها بتتعامل معاه بيبقى هو عنده الاتيتيود ده اللي هو، لكن معايا لا، معايا مسامح لي ان انا اتعامل معاه، لكن برضو كان دايما في انا بتعامل معاه حتى برضو طبعا اكيد بديله هيبته يعني اكيد، لكن في الفيلم ده عشان احنا نفس الشخصيه في حاجه كتير قوي بنعملها هي وبنظبطها وبتاع، فاول مره كنت انا بقى بهزر معاه اكنه واحد صاحبي يعني اكنه، وهو كان قابل ده ويهزر وينكشني هو كمان وكده، فدي كانت كواليس حلوه قوي. الشغل معظم شغلي كان مع عائشه بن احمد، وعائشه شاطره جدا، وعندنا كده سيكونس رقص في الفيلم هي اتعلمته اسرع مني بكتير يعني، بس برضو الكواليس معاها كانت حلوه جدا كمان، والستايل ده سكه ان انا كمان الكاركتر في الخمسينات باللبس بطريقه الاداء بالشكل قبطان بحار، ف هو فيلم رومانسي كده، في معنا طبعا احمد فشاوي اخراج استاذ احمد يسري وتاليف معتز فتيحه، فشاوي امير المصري مريم الخشت مي غيتي، فلا معانا كاست حلو، ومفروض الفيلم ان شاء الله يعني داخل مهرجانات الفتره الجايه مفروض يعني ان شاء الله، ومستني التجربه دي يعني مستني بتكلم ايطالي كمان كم كلمه ايطالي في الفيلم كده. طب ثانيه واحده بتتعلم بقى الحاجات دي على جنب ولا بتحاول تقراها؟ انا تخيلت على الموضوع لان هو الدراما تسمح انه انا مش عايز احرق قوي، بس الدراما تسمح ان هو يكون شخصيه حداد دي بيتعلم لسه ايطالي في الاول يعني عايز يعرف له كم كلمه، فتعلمت كام كلمه عشان بقولهم في حاجه اللي هو المفروض ان هو الركيك في الايطالي لسه، ففي بينوفينوتو يعني دي ويلكم، في طبعا بونجورنو تشاو دي تمام، والارقام نسيها دلوقتي طب بس قول لنا اي حاجه. تشينكوي تشينكوي دي كانت 5 4 3 دوي وأونو تقريبا واحد تقريبا، ف يعني كده فاهمه اللي هو بس ده يسمح في الدراما يعني. اوكي طيب انت شاركت في اكتر من مسلسل قصير صح؟ طيب وادي الجن. وادي الجن ايه احكي لنا عن تجربتك في مشاركه المسلسل. حلاوه وادي الجن ان الواحد بيصور مع كروما يعني نص المشاهد مع كروما، مع حاجات انت مش شايفاها، مع ده صعب قوي، كائنات بتتحرك. بصي دي اكتر حاجه شدتني للمسلسل ده لان انا كنت بشوف الحاجات دي بره واشوف الميكنج بتاعها بره اقول ياه انا عايز اشتغل حاجه كده، بس كنت متخيل ان يلا نعملها هنا كمان. الحدوته تسمح انه العالم كله كده، انا اكتر من نص المشاهد على الكروما مع حاجات انت مش شايفاها، فتلاقي زي الرقصه تلاقي مصحد يجي يقول لك بصي هيجي هنا هينط من هنا ويطلع وبتاع، وانت تعاملي معاه انا
بخاف من حاجه انا مش شايفها، وكان في مغامره. ده يعني بيبقى صعب قوي في التمثيل ان انت مش عايش المود اللي حواليك، مش شايف انت بتمثلي مع ايه. بس عشان نشرح الجمهور، الكروما هي عباره عن الشاشه الخضراء، متركب عليها جرافيكس انه في كذا. فالفكره في انه انت مش مفيش ممثل قدامي اخد منه رعب، حتى حد لابس حتى حاجه بيخوفني، دي حاجه. والحاجة التانية الحدوتة مغامرة، الأربع شباب اللي بيخشوا الكهف وبيروحوا عالم وادي الجن ده، كان في بهدلة كبيرة جدا، صورنا في الصحراء وفي الغابة وتحت المية وبهدلة بهدلة بهدلة يعني. بس حلاوة الدور ده إن هو كان ستاند اب كوميديان، فالدور صرف يعني كوميدي صرف، يسمح إن هو بيبقى بيتريق الساركازم ده، إنه يتريق على كل حاجة لأنه مش مستوعب وإيه اللي إحنا دخلنا فيه ده. فانا كان عاجبني ده قوي، لان انا بحب الكوميدي وبحب اللي عملت ادوار لايت كوميدي كتيره، بس الكوميدي الصرف انه الشخصيه تسمح بده. كنت مع استاذ حسام الجوهري المخرج ان انا عايز مساحه للارتجال، انا ارتجلت مثلا حوالي 60-70% من حواري الحوار. والحمد لله الناس اللي شافت الحاجات اللي انا كمان هي دي اللي ارتجلتها. الحمد لله كمان كنت بجرب في اللوكيشن، لان رحت مش عايز اكبر الموضوع، بس رحت درست الكوميديا انه فكره البانش لاين او الافيه في الاخر ده ازاي يبقى معبر، يبقى في وصف، يبقى في حاجه عشوائيه. ساعات الصمت هو ده الافيه، ساعات الجاب اللي ما بين الكلام هو ده الافيه، ساعات الحركه بيجور ده الافيه. فكنت بجرب في اللوكيشن على ممثلين اللي معايا وعلى مساعدين الاخراج، ضحكوا ما ضحكوش، طب ابدلها بحاجه تانية، طب اعمل مش عارف ايه. ساعات مثلا المخرج يقول لي لا الافيه ده لا، في ايه تاني تقول، اقول له كذا. جربت حاجات كتير مختلفه. لا 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 لا، انا حقيقي من احلى، على قد ما فيك بهدله رهيبه رهيبه بجد، بس من احلى الكواليس كمان يعني. طيب السوشيال ميديا اثرت عليك ازاي، ايجابي وسلبي؟ بصي خلينا نقول العادي، انه ده الحقيقه، انه الايجابي اكيد اي حد وبذات الممثلين احد يقول لك والله كلنا عندنا حته الانا دي، بس قد ايه انا عندي الانا دي، بس الانا امتى ابقى مبسوط بيها وامتى اواجهها. لما مثلا الاقي انا عامل دور حلو فالناس بتقول لي الله حلو، لما بقى قاعد معاكي فتقولي لي جه رد فعل فيدباك حلو اقول لك شكرا، احس ان انا عملت حاجه. انا تمام، انا مش هتكسف ان انا اقول كده. لكن في انا مع الناس، حد جاي يتصور معايا، حد يقول لي جاي حاجه، جاي انا بشوف ده. بس اي كلام حلو اكيد الواحد بيبقى مبسوط منه. مبسوط. الكلام الوحش وكل واحد يقول لك لا الحمد لله ما فيش، او في بس انا بيبقى في اكيد، زي ما حد بيحب حد هيكره او حد مش هيعجبه على الاقل. فانا متفهم ان الناس على السوشيال ميديا بيسموهم بره يقول لك كيبورد ووريرز، يعني محاربين الكيبورد، اللي هو هيقول الكلمه وهيطلع يجري، هتجيبيه منين يعني؟ هتعملي له بلوك، هتردي عليه، هتمسحي الكومنت، هتجيبيه وهتجيبيه منين؟ طيب اخر سؤال، ايه رايك في الانترفيو على القناه الاولى التلفزيون المصري؟ هو ده حلو جدا، لان انا فاكر ده من زمان، يعني وانا طفل صغير كده انا فاكر ده من زمان، كنت بستنى البرامج وبستنى الحاجات دي، فان يحصل لها الري انوفيشن ده او التجديد ده او الكومباك دي، ده حلو جدا. يعني انا لما قابلتكم النهارده انا ايه ده حلو ده، ف عشان دي حاجه مصريه يعني في الاخر افترول، او في نهايه العالم يعني في نهايه اليوم، انه احنا عايزين الحاجة المصرية اللي تمثلنا، فتبقى دي الأولوية على الأقل من ضمن الحاجات اللي ظاهرة، لأن في الآخر كله بيروح للحاجات ده فلان دول كذا. لكن لما في الآخر القناة الأولى فده حاجة يعني أكيد أي حد كان هو طفل صغير بيمثل أو بيغني أو مذيع أو كده، بالنسبة له أول حاجة شافها كانت القناة الأولى والقناة الثانية والتالتة، والبرامج في رمضان لما كانت بتتعرض فتقلبي من الأولى للثانية للتالتة قبل الفضائيات وقبل الحاجات طبعا. دي. فأنا كبير بس أنا فاكر الحاجات دي، أنا 27 سنة فحضرت طبعا مش كبير الفترة. خالص لا والله حضرت الحاجات دي. فبالعكس يا ريت كمان في كل على مدار السنة كمان، فطبعا حلو أكيد يعني. ميرسي يا يوسف، انبسطت قوي من الانترفيو معاك. شكرا ليك. أنا والله انبسطت جدا، شفتك النهارده. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، أشوفكم بكره في نفس الميعاد. باي باي.